مش يمكن تكوني غلطانة يا هدى؟ لا مش غلطانة، حضرتك شوف بنفسك أهو، كانوا مستخبين في نفس الحتة اللي قابلتهم فيها. أنا متأكدة سليم الأنصاري وادي الراجل اللي هربان معاه، ودي صورهم. ماشي يا ستي، عايزان أعمل إيه دلوقتي؟ تبلغ البوليس طبعا. أبلغ البوليس عن ضيوفي يا هدى؟ ضيوفك؟ ضيوف إيه يا عم صالح؟ دول مجرمين. ضيوف يا هدى، وضيوف مهمين كمان، ده أنا حاسس إن ربنا رماهم في سكتي وألزمني بيهم. معقول اللي حضرتك بتقوله ده؟ وبعدين حد يدين حد من غير ما يسمع دفاعه؟ أنت اتعلمت الافتراء ده فين؟ أنا؟ حضرتك اللي واخد الموضوع بالبساطة دي إزاي؟ لأن الحياة يا بنتي ما تستاهلش أكتر من كده. وبعدين هو أنت فاهمة يعني إن أنا هسكت؟ هتعمل إيه يا شيخ صالح؟ هتشوفي بنفسك دلوقتي. الناس دي طول ما هي إيد واحدة بيتحركوا مع بعض مش هنعرف نعمل معاهم حاجة. لازم نفرقهم عشان نطلع من المصيبة اللي إحنا فيها. بس إزاي؟ أظبط موضوع تايسون وليه مات؟ أروح لرفاعي برضو مات. يا رب. كده مفيش قدامنا غير لطفي وحماد ونشأت والزفت اللي اسمه زناتي ده. يا ريتك يا بيه تعرف توقعهم في بعض، خليهم يقتلوا بعض ونخلص منهم. عشان ده يحصل لازم نعرف عنهم كل حاجة. بس ازاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. خير يا عم صالح، في حاجة ولا ايه؟ خير يا ابني ان شاء الله. هو حضرتك لسه هتقول له يا ابني؟ ما ينفعش تقول للباشا كده، يزعل ولا ايه يا سليم بيه؟ انا ما بقتش عارف اعمل ايه يا ست اللون، انا تعبت من الحكاية. توصل لان صلاح الطوخي يقف قدام واحد ويقول له كلمتين ويبستفه زي اي ضابط صغير بيتشد، تبقى سخيفه. ايه؟ عيل صغير ما عملش الواجب اللي عليه. بص يا ست اللواء، انا عملت اللي عليا تجاه سليم كله، ساعدته بما فيه الكفايه. الدور الباقي عليه هو بقى يساعد نفسه ويساعدني، او يروح في داهيه ويسيبني. انا مفيش قدامي دلوقتي غير ان اقبض عليه واجيبه. متهم بقى، بريء، مظلوم، عفريت، جنة، ازرق، المهم اجيبه، بعد كده نبقى نشوف. انت ايه رايك يا ست اللواء؟ انا ما عنديش حل تاني. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. واحنا بقى مفروض نصدق الفيلم الهندي ده حضرة الظابط؟ طب لما تحب تألف حكاية ألف حاجة تدخل الدماغ. بالراحة شوية يا هدى، مش كده؟ أنا اللي بالراحة يا عم صالح؟ وهو ما كانش بالراحة ليه؟ مسك الولد قعد يضرب فيه لحد ما طلع روحه في إيده. أنا ما ضربتش حد ولا لمست حد. وحد الله يا ابني. لا 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 الله. بص يا عم الشيخ صالح، باين عليك راجل طيب وبركة وبتاع ربنا. كلنا بتوع ربنا يا ابني، ما حدش له حاجة في نفسه. قسما بالله يا عم الشيخ صالح، اللي حكاه لك سليم بيه هو اللي حصل بالظبط. بس احنا هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ هي خلاص عكت معانا، والظلم حط علينا، والدنيا اتعكت معانا، فصدقتنا جزاك الله كل الخير، ما صدقتناش برضه جزاك الله كل الخير. طيب جملت بقى، احنا خلاص اتعودنا على الظلم، هنتكل على الله نشوف طريقنا. وانت بتحط نفسك معالي في نفس الكف. طب على الأقل أنت حكايتك تدخل العقل شوية.
ست هدى، اللي انا بقوله لك ده عشان انا عشرت الراجل ده. سليم بيه ده ورقه نظيفه، وعمره ما عمل اي حاجه من اللي اتظلم فيها دي. هو مش اللي حكوه ده عن الست اللي كانوا عندها لقيتيه موجود على النت؟ اه، بس ده مش معناه ان احنا نصدقه. والخبطه اللي كانت في دماغك يا ابراهيم من الخناقه دي برضو؟ لا يا عم صالح، قال اللي ضربته لما شفتك جاي عشان توقف لنا. عبيط. نعم؟ بقول لك عبيط. بقى تضرب زميلك عشان حاجة كده كده كانت هتحصل؟ معلش يا عم الشيخ، أنا مسامحه، ما هو لو ما عملش كده ما كانش حضرتك هتقف لنا. الله، ده أنت طلعت عبيط زيه أنت كمان. يا ابني افهم، أنا ربنا طلعني من بيتي ووداني المشوار ده وأخرني فيه عشان أعدي جنب الحتة اللي انتوا فيها في الزمان والمكان ده واجيبكم معايا هنا. ولو الدنيا كلها حاولت تمنعنا ما كانتش هتقدر. سبحان الله، الحمد لله. يا سليم، انت خبطت زميلك عشان حاجة ربنا كاتبها لك، تبقى عبيط ولا لا؟ قوم يا ابني اتوضى. سليم، قوم اتوضى وبعدين نتكلم. مالك ده يا شادي؟ ساعة ما جيت وانت لولي بوزك كده عامل زي اللي غضبانه في بيت ابوه. قرفان يا تامر. فهمت انا ايه كده يعني؟ قرفان من ايه ما تنطق؟ اتخانق انا وانجي خناقه بنت 60 كلب. ايه ايه؟ وانتوا ايه يا ابني ما بتفصلوش؟ لا، بس المرة دي أنيل. المرة دي سابت البيت وراحت تقعد عند أمها. وأنا بصراحة مش عارف أعمل إيه. ما أنا بقول لك يا شريك تعمل إيه وأنت اللي ما بتسمعش كلامي. يا دي أحلى لها، ما تبقاش حمار كده. ما بقدرش يا جدع. بحبها وما بقدرش على زعلها. ما بقدرش على زعلها. حط أمك ما أنت نافع. خلاص يلبس بقى ما تقرفنيش. طبعًا. وأنت هتحس أصلًا. أنت عيل بارد. تشكر يا عم، مقبولة منك. اصلوا، تحب انزل معاك يعني اصالحكم على بعض ولا اعمل ايه انا؟ لا حط امك، خليك انت بره الحوار المره دي. دي اصلا لا بتطيقك ولا بتطيق سيرتك. ليه ان شاء الله؟ بتغير منك. غير مني؟ هو انت قايلها ايه بالظبط عن علاقتنا يا؟ يا باجي مفهم. بتغير منك مني يعني بسيبها وباجي اقعد معاك. معرفش انا ليه مستحمل القرف اللي انا عايشه بسببك ده. مراتي ومش بتطيقك. أبويا ونفسه تخفى من حياتنا أنت وأبوك. معرفش ليه أنا ماسك فيك كده. مع إنك عيل تقرف والواحد أصلاً يقرف إن هو يبص في خلقتك. ماشي يا عم شادي. وديك طلعت الكلمتين اللي محشورين في زورك بقالهم كتير. على الله تكون ارتحت. يا معلم أنا آسف. أنا مش قصدي أزعلك. عارف هذا شادي؟ أنا لو زعلت من الدنيا دي كلها عمري ما بزعل منك. أنت أخويا يالا. بس يعني يا إنجي مراتك دي بصراحة مخاطة، يسيح إحنا أتغار منها. والله أنا بقول لها. روق روق. ربنا يخليك ليا يا صاحبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش فاهمة يا إبراهيم، أنت ليه بتربط نفسك بيه؟ أنا قريت قضيتك وشايفة إن أنت اتخذت في الرجلين. والله يا أنسة هدى، من ناحية اتخذنا في الرجلين فإحنا الاتنين اتخذنا في الرجلين. بس هنعمل إيه بقى؟ مفتري عليه ربنا. الافتراء إن أنت تفضل ماشي رجلك على رجله لحد ما هيوديك في داهية وأنت مش ناقص. أنت غلبان يا إبراهيم. والله من ناحية الغلب يا أنسة هدى، سليم بدا يعني راجل ابن اصول وابن ناس ومحترم، وفي نفس الوقت برضه غلبان. كلنا غلابه يا ابني. امسك يا سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلف يا سليم على المصحف ان اللي انت حكيته لنا ده كله صحيح وحقيقي،
وإنك بريء من التهم اللي أنت هربان منها؟ يا شيخ صالح. هدى، تحلف يا ابني؟ أحلف يا عم الشيخ، والله العظيم. لا، قول بسم الله الحق الذي يحاسبنا بالحق، بسم الله العدل الذي يحاسبنا بالعدل. أحلف بالله الحق إني ما قلتش غير الحق، وكل التهم اللي عليا دي أنا بريء منها. وأنا مصدقك يا ابني. أنا مش مصدقك. هتقعدوا معانا علشان حلف؟ قالوا للحرام احلف. من خدعنا بالله انخدعنا له يا هدى. شوف يا ابني، انتوا ليكوا عندي حق الضيافة 3 أيام. لو لا سمح الله اتضح انكم بتكذبوا، يبقى هما 3 أيام وبس. انما لو طلعتوا صادقين ساعتها نشوف هنبقى نعمل ايه. يلا ربنا يا عم صالح، احنا ما كذبناش عليكم في ولا كلمه من اللي قلناها. اه والله يا عم الشيخ صالح، هو ده اللي حصل بالظبط اللي قاله لك سليم بيه. وانت راجل بركه وبتاع ربنا، ولو احنا بنكذب عليك اكيد قلبك هيحس. حاسس يا ابني، وعشان كده انا مصدقكم. يلا بينا يا هدى. ما تبقيش عبيطة يا هدى. أنا عبيطة يا عم صالح؟ أمال يعني قصدك إن أبوكي هو اللي عبيط والناس بتضحك عليه؟ لا العفو طبعاً، ما أقصدش أقول كده، بس بصراحة بقى الناس دول بيستغلوا طيبتك يا بنتي. هما اللي عبطوا وبيضحكوا على نفسهم. مفيش حد يقدر يضحك على ربنا. يعني إيه؟ ربنا يمهل ولا يهمل، واللي فرحان بغلطه النهاردة بكرة يندم عليه. يعني حضرتك شايف انهم كدابين؟ بالعكس. برضو هتقولي حاسس؟ الاحساس نعمة يا بنتي، والعقل برضو نعمة. وادي انت قريت اللي عملوه مع الست اللي كانوا قاعدين عندها. ايوه ممكن يكون ده حصل. والبنت الغلبانة اللي ربنا بعتهم لنجدتها في الطرب لما كانوا بيهربوا، جايز يكونوا مش كدابين في ده، بس سليم في الاصل مجرم. اخص عليك يا هدى، يا بنت ده انا كنت فاكرك اذكى من كده. بقى في عقل يقول ان في مجرم مفتري يغامر بنفسه في ازمته عشان يغيط الولايه؟ مش عارفه، جايز. كل شيء جايز يا بنتي، بس الناس دول فيهم خير وظهر مره واتنين وتلاته، ولو كان عندهم غلط شايلينه. واجب علينا نبص على الخير اللي جواه ولا ايه؟ برضو مش عارفة. مفيش حد عارف حاجة يا بنتي، المعرفة بالله ولله وحده. وربنا ألهمني إن أقف مع الناس دول وخلاص. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أهلا وسهلا، ده البيت كله نور، ده البلد كلها نورت، ده احنا زرنا النبي. يا غاليين يا اللي من ريحه الغالي. تعيش يا ست حنان. اهلا وسهلا يا ست الكل، ابنك زنت الرجال. انا مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه ابنك راجل وسيد الرجاله. يا زين ما ربيتي، يا زين ما خلفتي. اللي هي ربنا يفك كربه يا رب ويردهولك سالم غانم يفرح قلبك. اللهم امين. متشكره قوي يا ست حنان. انا مش عايزه اقول لك لولا وقفه سليم بيه جنبي في المصيبه اللي انا كنت فيها، انا مش عارفه كان جرى لي ايه. اهو احنا بقى يا ست حنان جايين لك بخصوص الموضوع ده، عايزينك تصوري فيديو تحكي فيه اللي حصل مع هند. وما تخافيش، هنقول ان هند كانت متجوزه مصطفى، والمشاكل اللي حصلت دي السبب فيها اهله. اصور فيديو؟ طب ما هو ده انا اتصورت صوت البطاقه بالعافيه، وبعدين انا اخاف اتصور يعني اقول كلام يعمل لي مشاكل مع الحكومه، وسليم بيه هربان. ما تخافيش يا ست حنان، الموضوع بسيط قوي، وبعدين ما فيهوش اي حاجه قانونيه هترجع عليكي. وحتى لو في مشاكل يا بيه انا ما بخافش، خير سليم بيه مغرقني.
بس انا يعني خايفه التصوير دوت يعني يعمل مشكله لبنتي، ده ربنا سترها، افضحها انا بايديا. على فكره لو على وش حضرتك احنا ممكن نعمل شويه حاجات بالكمبيوتر كده مش هيكون باين خالص. ممكن كمان ما تقوليش اسامي لو تحبي. ها قلتي ايه؟ ماشي اللي تشوفوه، طالما ده في مصلحه سليم بيه خلاص اعمله. كتر خيرك يا ست الحنان. خلاص اتفق. شاكرين قوي يا ست حنان. الو ايه سلمى طمنيني عملتوا ايه؟ هايل، يعني الفيديو معاكي؟ طب تمام، على ما ترجعوا انتوا هكون ظبطت الدنيا. ماشي يا حبيبتي، باي باي. صباح الخير يا نسا فريد. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل. ايه النور والحلاوة دي يا شيخ صالح؟ ازيك يا سليم؟ ازيك يا عم صالح؟ اظن نمتوا واستريحتوا، وانا الاوان بقى نتكلم في الجد وصريحكم زي ما صرحتوني. يا صلاح بيه، انت مش عايز تصدقني ليه؟ انا فعلا ما اعرفش مكان سليم. لا انا المره دي مصدقك. مصيرك تعرفي ان سليم الانصاري في الاخر مش هيلاقي ملجا غيرك انت. وانت تفتكر ان انا لو عرفت مكان هبلغك؟ لا انا مش متفائل قوي للدرجه دي، بس بتمنى يعني انه لو اتصل بيكي او اتصلت بيه تبي تبلغي رسالتي الاخيره، طالما الرساله اللي فاتت ما عجبتهوش. بلغي ان صلاح الطوخي مش هيسيبه. انا ارحم من غيري بكتير قوي. الوزراء قلب عليه الدنيا وهيجيبوه هيجيبوه، ولو وقع في ايد حد غيري هيضيع. انا ارحم من غيري. انا اذنك. أنا أساساً من الإسماعيلية، جينا هنا أيام التهجير، خدت دبلوم معلمين وتعينت مدرس في البلد. بعد الحرب ما خلصت مرضتش أرجع مع أهلي. ليه بس يا عم الشيخ صالح؟ ده حتى إسماعيلية جميلة وجواها حلو. كنت شفت مشيرة حبيتها وتعلقت بيها، قلت أقعد على أمل إن أتجوزها. واتجوزتها يا عم صالح؟ وعشنا مع بعض 15 سنة من غير خلفة لحد ربك ما رزقنا بهدى. ما شاء الله، ربنا يخليها لك. بس ربنا زي ما بيدي بياخد. مشيرة زاد عليها المرض بعد الولادة، اتوفت ودفناها جنبنا هنا وسابتني بطولي مع هدى. وما رجعتش ليها مصالح على الأقل تلاقي حد يساعدك في تربيتها؟ واسيب مشيرة لوحدها؟ المهم ربنا قواني على تربية هدى، وفضلت اترقى لحد ما بقيت ناظر المدرسه. اهل البلد كانوا يحبوني لدرجه ان بأم بيهم في كل صلاه وبخطف فيهم كل جمعه. امال ما خدتناش نصلي في الجامع ليه؟ ما انت الامام بتاعه. ما هو من كام سنه كده ابتدوا الناس يتلموا حوالين عطيه. مين عطيه يا حاج؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. عطيه عزام ده كان اخيب طالب عندي في المدرسه. ياما شديت عليه عشان ينصلح حاله، مفيش فايده. كان عيل شقي من صغره، يعمل مشاكل مع الصغير والكبير. وابوه عزام العدوي كان اكبر تاجر اثار في البلد. أثار إيه؟ والحكومة فين اللي هو معروف قوي كده؟ الحكومة سقطتنا من حساباتها من زمان يا ابني، وكأننا في دولة تانية. لو مؤاخذة يا عم الشيخ صالح، هو عطية ده عمل معاك إيه بالظبط؟ من كام سنة سمعنا إن ربنا هداه واتلم على شوية مشايخ في بلد جنبنا له أخت متجوزة فيها، وبعدين رجع لنا بهيئة جديدة وشكل جديد وسمى نفسه أبو مصعب. وبعدين لقيته طلع المنبر وبدأ يخطب في الناس ويهديهم لطريق ربنا. قلت له لا،
عاوز تتكلم اتكلم براحتك، بس مش على المنبر. فضل يحاربني لحد ما منعني من طلوع المنبر، وبعدين منعني من دخول الجامع خالص. يعني ايه منعك من دخول الجامع؟ هو بيت اهله. ما منعنيش عافية، ووصل الناس انها تبقى كارهة ان اقرب من الجامع. يا ساتر يا رب، معقولة؟ شوية يقول لهم ده مجدف، وشوية يقول لهم شيعي، ومرة درويش. ده انا عملت فصل تقوية للولاد هنا بالمجان، فضل ورا اهاليهم يخوفهم مني لحد ما منعوا العيال تيجي البيت. مش فاهم الناس دي بتصدقوا ازاي؟ الجهل والفقر بيخلوا البني ادم يصدق اي حاجة، خصوصا لو الحاجة دي مرتبطة بالاكل والشرب، وهو عطية وراه فلوس ابوه وفلوس مشايخه. يعني الناس ماشية وراه كده زي البهايم من غير ما يفكروا. الناس يا ابني مش عايزة اللي يقول لها طريق ربنا سهل، عاوزين اللي يسودها في وشهم، عشان لما يقربوا من ربنا يحسوا انهم عملوا حاجة صعبة وكبيرة. أقول لله يا رب. طب وانت حاج ما سبت لهمش الجمل بمحمل ورحت عشت في اسماعيلية ليه؟ واسيب عطية وابوه ينفذوا اللي في دماغهم؟ هو ايه موضوع ابوه ده يا عم صالح؟ عزام العدوي مستني ان انا امشي من هنا عشان يحفر تحت البيت ويدور على اثار. اثار؟ يعني هو لسه بيشتغل في الاثار رغم ان ابنه استشيخ؟ واكتر من الاول، لان مولانا الشيخ عطيه اصدر له فتوى ان تجاره الاثار حلال، وكل البلد بتشتغل معاه، حتى اللي كانوا رافضين زمان. ولما حطان البيت اتشرخت جات لهم على الطبطاب، منعوا اي عامل يجي يشتغل في البيت عندي، وانا راجل كبير زي ما انتوا شايفين، ما اقدرش على الشغلانه لوحدي، عشان كده جبتكم معايا هنا. احنا عنينا ليك والله يا شيخ صالح. بس عم صالح احنا مالناش شغل المعمار، ما انت عرفت الليله واللي فيها. يا ابني ايد على ايد نقدر نعمل حاجه، وايد ربنا فوق الكل. أنا ما بقولش إن دي قصاد دي، حاشا لله، أنتوا ضيوفي سواء ساعدتوني أو ما ساعدتونيش. يا عم صالح إحنا معاك في أي حاجة، بس في مشوار لازم أعمله الأول. مشوار إيه تاني يا سليم بيه؟ إحنا ما صدقنا كأننا شوية. عشان كده كل الناس بتفكر زيك دلوقتي إن أنا مش عارف أتحرك، ده أحسن وقت أتحرك فيه. وهتتحرك على فين بس يا ابني؟ أقول لك. يا سلام، هو ده الموضوع اللي قلقك قوي كده ومخليك تجيلي المعرض بالنهار؟ ده انت عمرك ما عملتها يا بغل. انت كده على طول ظالمني يا حاج. طب لعلمك بقى، بغض النظر يعني عن اي مواضيع ولا اي حاجه، انا كنت والله العظيم هعدي عليك من نفسي عشان كنت وحشتني. ولا شوف الساعه دول تعملوا معلم مش عليا انا. لغايه دلوقتي انت برضو مش عايز تقدر ساعه ابوك. عين وحشك يا انت. احنا عايشين في بيت واحد مع بعض. اه يا حاج، ما انت مش واخد بالك، احنا الفتره اللي فاتت دي مواعيدنا مش راكبه مع بعض خالص. تامر اتلم، بطل صياعك في اللي حصل. طب يا حاج، يعني انا بعد اللي حكيته لك ازاي مستهيف الموضوع كده؟ عشان هو اساسا الموضوع تافه. ايه يعني حماد مش عايز ابنه يعرفك؟ عنه ما عرفك يا اخي. المهم بيني وبينك بقى، الراجل عنده حق، لان انت معرفتك تشبه ما تشرفش. حاج والنبي سيبك من كيفك في تهزيق في الراحه والجايه ده، وخلينا في المهم. انت عارف ان شاري ده صاحبي الوحيد، وكمان عم حماد ده عشره عمرك وعارف كل بلاوينا. اللي يخليه يقلب علينا فجأة كده؟ زي ما حماد عارف كل بلاوينا، احنا كمان عارفين كل بلاويه. تشغلش بالك انت. تشغلش بالي ازاي بس يا حاج؟ انا عايز اعرف دماغه فيها ايه. ولا فيها حاجة، وبس قلبه خفيف شوية وبيركب الهوا بسرعة. زي هروب سليم الأنصاري ده، قاله حبتين بس. يعني هو قاله لوحده يا حاج؟ الصراحة لا، قلقان انا كمان. بس هيروح فين؟ مش يروح. بص يا تامر، الحاجه الوحيده اللي انا عايزك تتاكد منها ان لا سليم الانصاري ولا حماد ولا الجن الازرق يقدر يلمس شعرايا منك طول ما انا عايش. بعدين يا ابني، يا ابني هو انت متخيل ان انا ما كنتش شاب صغير يعني كده وكنت خاربها؟ لا، ده انا كنت خاربها اكتر منك. بس بالعقل، لم نفسك، بلاش غشومية. تعال يا اخي شوف اكل عيشك، اكل عيشك ده اللي هيبقى كله في ايدك لما انا اموت.
بعد الشر عليك يا حاج، ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة. أنا عارف يا حاج إن أنا تعبتك معاك كتير، حقك عليا، بس يعني موضوع المعرض والشغل ده إحنا اتكلمنا فيه ياما، خلينا كده أحسن. كان على الغشومية ما تقلقش، عشان أنا اتعلمت من اللي حصل. يا ريت تبقى اتعلمت. اتكل على الله بقى، ماشي؟ مش عايز مني حاجة؟ لا يا حبيبي متشكر. مش عايز فلوس ولا ها؟ عايز فلوس منك أنت؟ لا مستور، طيب خد، استنى خد. تبقاش تقول لأمك إن أنا اديتك. حبيبي يا حاج، السلام عليكم. يلا. خد بالك من نفسك يا تامر. حاضر يا حاج. ربنا يسترها علينا وعلى الجميع يا رب. ده كل اللي حصل بيني وبينه. يا جماعة صلاح بيتو كده أنا عارفه كويس. وجو الحنية اللي هو عامله ده مش داخل عليا خالص. وبعدين هو حقاني صحيح، بس ما يعرفش ابوه في الشغل، والدنيا مقلوبة عليه بسبب ان هو مش عارف يجيب سليم. والعمل ايه بس يا ابني؟ والله في رأيي افتكر ان احنا المفروض نكمل في اللي احنا ماشيين فيه، على الأقل نعدل الدفة شوية. عارفين ممكن نعمل ايه كمان؟ ايه؟ نجيب البنت اللي سليم انقذها من الاغتصاب في المقابر، نعمل لها فيديو مع الفيديو بتاع حنان. دي هنجيبها منين دي؟ لا متقلقيش، انا عارف اتصرف في الموضوع ده كويس. تفتكر يا ابراهيم سليم سابك وهرب بعد ما عرف ان انا كشفتكو؟ ازاي بس يا انسه هدى؟ هو لو نيته يهرب كان هياخد معاه الشيخ صالح. ليه لا؟ ممكن يكون خد معاه الشيخ صالح علشان يهربه من الكمين، عشان ابويا عارف الطرق هنا كويس، وبعد كده هيسيبه ويهرب، ما هو ظابط. لو مؤاخذه يعني في دي الكلمه يا انسه هدى، هو انت ليه مش طايقه سليم بيه وقرشه ملحته كده؟ عشان ظابط يا ابراهيم، وانا ما بحبش الظباط، بالذات لو جبابره زي صاحبك. طب يعني هو انت ليه مش مصدقاه رغم ان والدك الشيخ صالح مصدقه؟ والدي راجل طيب قوي، بيحب الناس، كل الناس يا ابراهيم، وياما حصل له مشاكل بسبب تبته دي. طب وانت ليه ما طلعتيش زي والدك؟ عشان انا شفت المشاكل اللي حصلت له من الناس بسبب تبته. يعني انت لسه مش مصدقه سليم بيه لحد دلوقتي؟ معرفش، ممكن يكون اللي قاله ده حصل فعلا، بس هو زي كل الظباط، ممكن يكون لامم نفسه عشان المصيبه اللي هو فيها دلوقتي، انما صدقني اول ما يخرج منها هيرجع انيل من الاول. اللي صحيح هو انت عرفتينا ازاي؟ من الفيسبوك، اصل انا متابعه قصه زياد الله يرحمه من الاول. الله يقطع الفيسبوك وسنينه، والله ما مودي الناس في داهية غير الفيسبوك واللابتوب والبلاوي السودا دي. ايه اللي انت بتقوله ده يا ابراهيم؟ ده بيجيب لك الدنيا كلها وانت قاعد، بتعرف كل حاجة بتحصل وانت قاعد في مكانك، سياسة، فن، طبخ، كل حاجة. ايه يعني ده قناة أخبار يعني ولا جراب الحاوي؟ تقدر تقول كده. بص أخبارين. في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ لا اله الا الله، حاجه تقطع القلب. انا مش عارفه اخره النيله الارهاب ده ايه. سليم وحشتني يا سليم. انت كمان وحشتني قوي. طمني عليك، انت كويس؟ الحمد لله عايش. وحد الله يا ابراهيم، ده مات شهيد يا راجل، هو في حد طايل؟ ادعي له بالرحمه. مسكينه نور اختي، ترى عاملة ايه دلوقتي؟ احنا كنا خلاص هيخلص جيش ونجوزهم ونفرح، بس الزهر بقى مكتوب علينا الحزن.
مش هينفع اللي انت بتقوله ده. ده ابتلاء من ربنا ليها. خطيبها مات شهيد وانت في نفس الوقت بعيد عنها، ودلوقتي معاها ربنا اللي احسن من الكل. رايح فين يا ابراهيم؟ رايح فين يا ابراهيم؟ انت رحت فين؟ احكي لك على كل حاجه بعدين. المهم دلوقتي عايز منك حاجه ضروري. قول لي. انا عايز تليفون زياد. تليفون زياد مقفول، وطول ما تليفونه مقفول ما نقدرش نعرف مكانه فين. عارف، بس هيتفتح قريب. ازاي؟ دي بقى شغلتي، بس اول ما يتفتح عايزك تعرفين مكانه فين وتبلغيني على طول. وانا هبلغك ازاي؟ هبقول لك تكلميني على اني نمره. حاضر. انت كويس يا سليم؟ والله يا فريد انا نسيت الكويس ده عامل ازاي، عشان كده مش عارف انا كويس ولا لا. بس كل اللي اعرفه ان انا مش هينفع افضل كده، لازم الاقي حل بسرعه. احنا كلنا مساكتين، وان شاء الله باذن الله ربنا هيظهر الحقيقه قريب. انا بس مش عارف اعمل ايه مع اللي اسمه صلاح ده. ما تعمليش، انا اللي هعمل. سليم انت ناوي على ايه؟ ما تخافيش يا فريد، مش ناوي على حاجه. المهم دلوقتي طمنيني، امي وسلمى عاملين ايه؟ كويسين يا حبيبي الحمد لله. اطمن. اطمن. انت مش عارفه قد ايه وحشوني. اسمعني بقى كويس، انا لازم امشي. تمشي؟ هو انت لحقت تقعد؟ معلش يا فريد، احاول اجي لك تاني قريب. امي دلوقتي ركزي معايا عشان تعرفي لو حصل حاجه توصلي لي ازاي وتكلميني على ايه. وبعدين بقى شاري الشغل العيال بتاعك ده؟ والله لو حركات العيال دي اللي هتخليكي تنزلي وتشوفيني انا مستعد اعملها لك على طول. قلت لك اعصابي تعبانه، رحت اقعد عند ماما كام يوم، رحت انت برضه جاي لي في اول يوم. اعمل ايه يا انجي؟ وحشتيني. يا سلام. والله العظيم وحشتيني. من ساعة ما نزلت من البيت وانت وحشاني. لو وحشتك بجد ما كنتش هتزعلني، مش هتخليني اسيب البيت وامشي. حقك عليا. والله ما زعلك تاني قوي. انت كل مره بتقول نفس الحاجه وترجع زعلني برضه. لا المره دي انا جايب معايا دليل. ايه رايك بقى؟ مصدقني؟ هحاول اصدقك. بس عارف لو زعلتني تاني هعمل فيك ايه؟ مش هيحصل. ها تحب بقى نروح نسهر في حته ولا نروح على طول؟ الامر ده بس. يا اخويا ما تروق كده، هو في ايه ده كله؟ وبعدين ما هو المحامي برضك عنده حق، ما يهرب ولا غرف 60 داهيه، هو يعني كان بايده ايه يعمله؟ ما تبقيش غشيمه يا صفاء وعيال الكلام، المحامي ده واحد من البهوات زيه زي حماد ولطفي، يعني ما يهموش غير نفسه. ولو عليه ولا طايقني ولا طايق سيرتي حتى، تلاقيه كمان صعبان عليه نفسه، ان الدنيا جبرته انه يتعامل مع واحد زيي. ليه يعني يا اخويا؟ ده انت سيد الناس كلها. ده عندك انت بس يا صفاء. لكن الناس دي زيها زي سليم الانصاري. لو طاروا يخلصوا مني هيخلصوا مني في ساعتها. دولاش بس انا ماسكهم من رقبتهم بالفيديو اللي على تليفون الواد. خلاص شايل الهم ليه بقى؟ اللي مش شايل الهم هو سليم. ظابط وعامل زي القطط بسبع ارواح. وكل ما افتكر ان انا قاعد كده ومعرفش هو بيدبر لي ابقى هتجنن. يا اخويا ومين عارف؟ مش يمكن وهو عمال يتنطط يمين وشمال كده تجيله مصيبه تاخده، ولا حتى ربنا ياخد اجله وخلصنا منه. سلامة صفصف، كأنك دخلت جوه دماغي يا بنت وعرفت انا بفكر في ايه. فعلا الموضوع ده تمام، وان سليم يقابل وجه كريم. وده بقى ان شاء الله هنعمله ازاي؟ هنفضل ندعي عليه لغايه لما ربنا ياخده ويموت؟ احنا لازلنا دعاء لا بيحل ولا بيربط يا صفصف، بس سليم لازم يموت عشان نشم نفسنا ونرتاح من الهم ده. يوه وهيموت ازاي بس فهمني؟ هيكون اغلى من اللي راحه، يعني هيبقى اغلى من الرفاعي. انا كده كده شايل دم. لا يا زنيتي بقى، لحد كده بقى يا اخويا وكفايه، كفايه قوي. مش كفايه، لسه فاضل تكه. سليم يموت ويبقى جنب فوره. بس المهم دلوقتي الاقي ازاي، مين هيدلني عليه؟ يا ام فوزيه البت ما طلعتش ليا.
خلي امك تزغرت يا كلوفالي، البنت مش مكتوبالي. ايه يا ايه شغل المسحرات اللي انت عامله ده؟ الله، ما بالمره بقى زغرات يا ام زلطه بالمره. ابنك كان في جره وطلع بره، خش يا ظبط لي شيشه. ولا انت ما يجيش من وراك خير؟ ولو كان في خير كانوا ربطوا الكوبايه في الكولدير. اوعى يا معلم اوعى. ماشي. يعني ايه مشي؟ وازاي تسيبيه يمشي؟ كنت اعمل له ايه؟ اكتفه واضربه ولا اعلقه زي ما بتعلقوا الناس في الاقسام؟ لا يا بنتي، بس كنت حاولت تتكلمي معاه وتقعديه. حاولت والله وما عرفتش، وبصراحه يعني الراجل عنده حق، دي اخته. انا لازم اتحرك دلوقتي حالا. على فين بس يا ابني؟ يا عم صالح، لو ابراهيم اتمسك في كمين هيعرفوا مكاني، ولو جم على هنا كلنا نروح في 60 داهيه. يا ابني اهدى كده وخلينا نفكر بالراحه. مفيهاش تفكير خلاص. مستنيين مين دلوقتي؟ مفيش حد. ده جايز يكون ابراهيم معرفش يتصرف ورجع تاني. تعالى تعالى، لازم تتدارى. قوم ازيك يا حضرة الناظر؟ بلغني ان انت جبت 2 اغراب اشتغلوا عندك في بيتك، فقلت اجي اعمل معاهم الواجب وافهمهم الوضع في البلد ماشي عامل ازاي. ما البلد ليها كبير برضو، مش كده ولا ايه؟